أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع فرع من فروع اللغة العربية وهي مادة الأدب، وهذا الفرع يدرس للمرة الأولى في الصف الأول الثانوي. الأدب هو ذلك النتاج الأدبي الذي كان على مر العصور سواء كان شعرا أم نثرا. في هذا الدرس ندرس هذه النقاط: ما هو مفهوم الأدب، وما أقسام الأدب، وما تعريف الأدب، ثم بعد ذلك النتائج التي تترتب على دراسة الأدب. يبقى الأدب مادة من المواد الجديدة التي تدرس في الصف الأول الثانوي. ما هو مفهوم الأدب؟ نعلم جميعا أن العصور الأدبية كانت قبل الإسلام، منها العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي والعباسي. كان هناك نتاج أدبي للشعراء سواء كان شعرا أم نثرا. هذا ما يسمى بمفهوم الأدب، النتاج الأدبي الذي وصل إلينا من خلال هذه العصور سواء كان شعرا أو سواء كان نثرا. لذلك لما عرفوا الأدب قالوا مفهوم الأدب. النقطة الأولى، مفهوم الأدب. ما هو مفهوم الأدب؟ هو تلك المجموعة، تلك المجموعة من النصوص، تلك المجموعة من النصوص المنتمية إلى مختلف الأجناس الأدبية، شعرا أم نثرا. يبقى هذا هو مفهوم الأدب. مفهوم الأدب هو تلك المجموعة من النصوص المنتمية إلى مختلف الأجناس. ما المقصود بالأجناس؟ الأجناس الأدبية إما شعرا أو نثرا. طب ما المقصود بالنثر؟ النثر هي تلك النصوص النثرية التي كتبت، إما أن تكون قصة أو رواية أو خطبة أو وصية من الوصايا أو غير ذلك من الأعمال النثرية. يبقى إذن الأجناس الأدبية إما شعرا أو نثرا، هذا هو مفهوم الأدب. يبقى هو تلك المجموعة من النصوص المنتمية إلى مختلف الأجناس الأدبية، شعرا أم نثرا. ما هو أقسام الأدب؟ ما أقسام الأدب؟ للأدب قسمان. القسم الأول هو الأدب الإنشائي، والقسم الثاني هو الأدب الوصفي. يبقى القسم الأول الأدب الإنشائي، وهذا ما يدرس فيه الشعر والنثر، وهذا هو القسم الأول الأدب الإنشائي. القسم الثاني هو الأدب الوصفي. ما هو الأدب الوصفي؟ الأدب الوصفي هو النقد الذي يوجه إلى أعمال الأديب، نقد يوجه إليه، كتب قصيدة من القصائد أو موضوع نثري، ثم بعد ذلك يوجه له النقد في الكلمات، هل وفق في اختيار هذه الكلمة أم لم يوفق في هذه الكلمة. والنقد إما أن يكون من الأديب أو من خارج الأديب، أديب آخر أو ناقد آخر يوجه نقده إلى الأديب، وهذا ما يسمى بالأدب الوصفي، هو النقد الموجه لأعمال الأديب. يبقى هذان هو النوعان من أقسام الأدب، الأدب الإنشائي والأدب مين؟ الأدب الوصفي. نمرة ثلاثة، الجزئية الثالثة، ما هي وظيفة الأدب؟ للأدب وظيفة أو وظائف متعددة. من ضمن هذه الوظائف التي تأتي من خلال دراسة الأدب أنه يحقق التواصل بين الشعوب والأفراد. أول وظيفة من وظائف الأدب أنه يحقق التواصل. يعني هناك أدباء في مصر، أدباء في ليبيا، أدباء في المغرب، ينشأ بينهم تواصل لمعرفة النتاج الأدبي الذي تم في كل بلد. وكما تعلمون أن أدباء العالم العربي كله اجتمعوا على أن يتوجوا أحمد شوقي فكان أميرا للشعراء. لماذا؟ لأنهم هناك كان بينهم تواصل من الناحية الأدبية. يبقى هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من وظيفة الأدب أنه وعاء للفكر والعلم. حدث هناك تقدم علمي يتحدث عنه الأدب، أيضا الفكر يتحدث عنه الأدب، وهذه أيضا من وظائف الأدب. الأمر الثالث أيضا من وظائف الأدب أنه يسهم في إثراء
اللغة من خلال قراءتي للأديب أستطيع أن آخذ منه بعض الكلمات التي أستطيع أن أعبر عنها بعد ذلك أو أعبر بها إما في كلامي أو في موضوعاتي. هذا أيضا من وظائف الأدب أنه يسهم في إسراء اللغة بعض التعبيرات وبعض الجمل التي تؤخذ من الأديب. أيضا من وظائف الأدب أيضا أنه يكون نتيجة للتجارب التي مر بها الأديب، فهو يجمع هذه التجارب ويستطيع أن يعبر عنها الأديب. خرج من بعض التجارب من الحياة ثم بعد ذلك يستطيع أن يعبر أيضا عن هذه التجارب. أيضا من وظائف اللغة أنه يعبر عن مشاعره وأحاسيسه، يعبر الأديب أيضا عن مشاعره. ثم بعد ذلك ما هي الوسيلة التي يعبر بها الأديب؟ ما هي الوسيلة؟ ما هي المادة التي يستخدمها الأديب في تعبيره عن الأعمال الأدبية؟ الوسيلة التي يعبر بها هي اللغة، وهي المادة التي يعبر بها الأديب عن أعماله التي خرجت منه سواء كانت نثرا أم شعرا. يبقى إذن النقاط التي تحدثنا عنها هي: ما هو مفهوم الأدب؟ ما هو أقسام الأدب؟ ما وظيفة الأدب؟ كذلك أيضا ما هي الوسيلة التي يعبر بها الأديب؟ هي اللغة. الواجب صاد 24 رقم 2 و3. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.